السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال على اوتوديسك فلو ديزاين، هو ينفع معايا كتير في موضوع الاركتكتشر، ان انت تعمل مبنى وتقدر تدخل المبنى دوت وتبدأ تكتشف الرياح عاملة ايه معاه وهكذا. طيب انا هجرب الاوتوموتيف اللي هو بتاع السيارات، ونفس الفكرة موجودة في الاركتكتشر وموجودة في الطيارات وكل حاجات دي. اول ما دوست عليه جاب لي سيارة وهيبدأ يعمل المحاكاة بتاعة الرياح بالشكل دوت اهوت. تمام. طيب خلينا نبدأ نشوف البرنامج. امبورت، تقدر تدخل ملف الاوتوكاد اللي موجود، بيتعامل مع الاوبجكت، مع الاس تي ال، بيتعامل مع الاوف، مع البي ال واي، فممكن ياخد حاجة متصدرة من برامج البيم او برامج الكاد ويعمل عليها محاكاة عادي، فتقدر تدخل اي مبنى زي ما انت عايز. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. هتلاقي سيف ايمج، فانت تقدر تسيف صورة حاليا او تسيف فيديو، فده يفيدك اكتر، او تعمل اكسبورت للملف دوت على اساس تكمل شغل في البرامج المتخصصه في المحاكاه. طيب بعد كده هتيجي هنا على الزر دوت اللايت لايتنج موديل، هيبدا يعمل لك اناره للشكل دوت. لاحظ ان اللون بقى فاتح شويه دلوقتي، بقى ايه، في غمقان شويه. طيب هنا الكولر سكيم، تقدر تختار مثلا الكولر الستاندرد او بلو جرين ريد بالشكل دوت، او تقول له لا غيرها لي بلو ريد يلو بالشكل دوت. الالوان دي خاصه بدرجه الرياح هتبقى اقوى ولا هتبقى بالشكل دوت. يعني هنا مثلا دي الرياح هتبقى قويه، طبعا هتبقى موجوده هنا ضعيفه جدا، هتبقى في الجزء دوت. تمام. وبتلاقي هنا الفيلوسيتي كم متر في الثانيه، هنا الستاتس، هنا الاناليسيز، هنا سرعه الرياح هنشوفها هنغيرها ازاي، اللينس، الويتس، وهكذا. طيب بعد كده تيجي هنا هيبدأ يقول لك انت عايز الشغل بتاعك يبقى دارك بشكل دوت ولا عايزه لايت زي ما انت عايز. طيب هنا هيبدأ يقول لك ايه الحاجات اللي تظهر معاك، يعني هل انت عايز الليجند ده يظهر معاك ولا لا. التانل يبدأ يظهر معاك بشكل دوت وتقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز، تقدر تكبر تصغر زي ما انت عايز. طيب هنا الموضوع السيموليشن، فبيبدا يقول لك السيموليشن الريزولوشن بتاعتها قد ايه، ممكن تخليها سريعه، ممكن تخليها بطيئه، ممكن تغير الدايمنشن بالفيت ولا بالمليمتر ولا بالمتر زي ما انت عايز، الديسبلاي بالمتريك ولا بالانجلش. طيب دي السرعه بتاعه الرياح، هنا مكتوبه هنا 10 متر في الثانيه، ممكن تكترها لو انت حابب بالشكل ده. هو بيبدأ يعمل المحاكاة بتاعته. طيب ممكن بعد كده تدخل في موضوع الاورينتيشن، فتبدأ تلف زي ما انت شايف في الاكس، في الواي، في الزد لو انت حابب. هو بيعمل دايناميك ابديتد للرياح تبقى عاملة معاك ازاي. طبعا انت شايفه ده 3D، ممكن تقول لا انا عايز اشوفها في 2D، فيبدأ يوجهها لك في 2D. خليها في 3D احسن. هنا بيقول لك انت عايز في الفيلوسيتي السرعه ولا عايز البريشر، طبعا البريشر هيختلف لو موضوع الضغط بالشكل دوت. فيبدا يجيب لك البريشر زي ما انت شايف. هنا دراج بلوت بتبدا تظهر معاك بالشكل دوت في الاسفل عشان تحليل للمعلومات. هنا البلان ممكن تشوفها على ايزو سيرفيس بالشكل دوت. هنا الاعدادات بتاعت السيرفيس، الفاليو قد ايه، الوسيتي قد ايه، وهكذا، فتقدر تغير القيم زي ما انت عايز. هنا اللي ممكن تشوف حاجه من الجنب، من الفرونت، من التوب زي ما انت عايز. فهو بيبدا يعمل لك التحليل، نفس المعلومات اللي احنا قلناها هنا في الاوتوديسك فلو ديزاين، هي نفس الحاجات لو انت عندك مبنى، لو عندك طياره. هو بيعتمد على تاثير الرياح او الضغط على المبنى. خلينا نغيرها، نخليها ده الويند بريشر، عايزين نقول له خليها الفلوسيتي سرعه الرياح. ممكن نقول له احنا مش عايزينها بالشكل دوت، احنا عايزينها على شكل فيكتور بالشكل دوت، فيبدأ يتحرك الحاجات اللي هتتغير.
ممكن نيجي هنا نقول له انا عايزها فلو لاين بالشكل دوت، وهتبدأ هتشوف هتلاقي هنا الحاجات تاخد لون ازرق شوية. ممكن تقول له انا عايز اشوفها على هيئة عايز سيرفيس على شكل بلين زي ما انت عايز اهوت السيرفيس في اللاين. ممكن تزود الرياح شويه، هيبدا يعمل لها ابديتد. المهم بس الرياح ما تكسرش العربيه اللي احنا بنعمل عليها التجربه. طبعا دي بتبقى كويسه بدل ما تجيب عربيه وتحطها في تانل وتتكسر وبتاع، لا تقدر تعمل تجربه وتقدر زي ما قلنا تدخل اي مبنى وتبدا تشوف تاثير الرياح بقى عامل عليه.